الدي ملتيبلكسر، وغالبا ما تلاحظون المختصر الدي اي ام يو اكس دي ماكس، هو كومبينيشنال لوجيك سيركت يحتوي على مدخل واحد وعدد من المخارج. يتم اختيار احد المخارج الذي ستظهر عليه البيانات عن طريق السلكشن لاين، حيث ان الباينري كود الذي يتم وضعه على السلكشن لاين يسمح للبيانات الموجوده على المدخل بالمرور الى احد المخارج. بالتالي تلاحظون انه الدائره المنطقيه للدي ملتيبلكسر تؤدي عكس وظيفه الدائره المنطقيه للملت بلكسر. نلاحظ العلاقه بين السلكشن لاين والاوتبوت لاينز. اذا كان لدينا ثلاثه سلكشن لاين فان عدد الاوتبوت لاين راح يكون 2 مرفوع للاس 3 ويساوي 8. هذا النوع من الدي ملتيبلكسر نشير له 128 دي ملتيبلكسر. 1 يشير الى عدد الانبوت لاين اللي هو 1، و8 يشير الى عدد الاوتبوت لاين. اذا اذا كان لدينا عدد السلكشن لاين نستطيع ايجاد عدد الاوتبوت لاين، كذلك اذا كان لدينا عدد الاوتبوت لاين نستطيع ايجاد عدد السلكشن لاين. لوج بيس 2 لعدد الاوتبوت لاين. نلاحظ كيفيه تنفيذ 1 to 2 دي ملتيبلكسر باستخدام البوابات المنطقيه، بحيث يكون الدي ملتيبلكسر اكتف لو انيبل انبوت. من نوع الدي ملتيبلكسر تلاحظون انه عدد الاوتبوت لاين هو 2، اذا نستطيع ايجاد عدد السلكشن لاين لوج بيس 2 لـ2 ويساوي 1. نلاحظ الرمز المنطقي للدي ملتيبلكسر يحتوي على مدخل واحد واثنين من المخارج، يحتوي على enable input. تلاحظون انه ال enable input يتم تفعيله بلوجيك 0 من البابل اللي موجودة امام مدخل ال enable. يحتوي على selection line اعتمادا على الحالة المنطقية للselection line يتم السماح للبيانات بالمرور الى احد المخارج. اذا كان ال enable input مفعل بلوجيك 0 وكانت قيمة الـ S تساوي 0، فإن البيانات الموجودة على المدخل I سوف تظهر على الـ Output O 0. أما إذا كان الـ Enable Input مفعل بلوجيك 0 وكانت الـ S مساوية إلى الواحد، فإن البيانات الموجودة على المدخل I سوف تظهر على الـ Output O 1. نلاحظ ملخص عمل الدي ملتيبلكسر. إذا كان لدينا الـ Enable Input 1 بمعنى أنه الـ Demultiplexer لم يتم تفعيله، بالتالي فإذا كانت قيمة الـ S 0 أو 1 لا تؤثر على عمل الـ Demultiplexer. الـ Output راح يكون 0 بغض النظر عن قيمة Selection Line. أما إذا كان الـ Enable Input 0 بمعنى أنه الـ Demultiplexer تم تفعيله، إذا كانت الـ S قيمتها 0 فإن البيانات الموجودة على المدخل I سوف تظهر على الأوتبوت O0. أما إذا كانت الـ S قيمتها 1 فإن البيانات الموجودة على المدخل I سوف تظهر على الأوتبوت O1. إذا نستطيع إيجاد التعبير المنطقي لكل أوتبوت للدي ملتيبلكسر. البيانات الموجودة على المدخل I تظهر على الأوتبوت O0 عندما يكون الـ Enable Input للدي ملتيبلكسر مفعل وتكون قيمة الـ S 0. إذا الـ Enable Input مفعل بلوجيك 0 إذا نضع E Complement، S 0 قيمتها 0 إذا نضع S 0 Complement. البيانات الموجودة على المدخل I تظهر على الـ Output O1 عندما يكون الـ Enable Input للدي ملتيبلكسر مفعل بلوجيك 0 وتكون قيمة الـ S 0 1. الـ Enable Input مفعل بلوجيك 0 إذا نضع E Complement، الـ S 0 تكون قيمتها 1 إذا نضع المتغير بدون complement. اعتمادا على التعبير المنطقي للدي ملتيبلكسر نستطيع رسم الدائرة المنطقية. تلاحظون من الدائرة المنطقية أنه الـ Enable Input إذا كانت قيمته 1 راح تصير عندنا 0 على بوابة الأند الأولى، وراح تكون عندنا 0 على بوابة الأند الثانية، وبالتالي الـ Output للدي ملتيبلكسر راح يكون 0 بغض النظر عن قيمة السلكشن لاين. أما إذا كان الـ Enable Input قيمته 0 راح يكون عندنا 1 على بوابة الأند الأولى، 1 على بوابة الأند الثانية. بالتالي اعتمادا على قيمة السلكشن لاين يتم تفعيل أحد البوابتين لإرسال البيانات الموجودة على المدخل I إلى الـ Output.
تلاحظون إذا كانت قيمة الأس صفر تتفعل البوابة المنطقية الأولى، والبيانات الموجودة على المدخل I يتم إرسالها إلى الأوتبوت O0. أما إذا كانت قيمة الأس مساوية إلى الواحد تتفعل البوابة AND الثانية، وبالتالي البيانات الموجودة على المدخل I يتم إرسالها إلى الأوتبوت O1. نلاحظ كيفية تنفيذ 1 to 4 demultiplexer باستخدام البوابات المنطقية. تلاحظون أنه الديمولتبلكسر المطلوب تنفيذه هو Active Low Enable Onboot، أي يتم تفعيله عندما يكون الـ Enable Onboot قيمته صفر. من نوع الديمولتبلكسر تلاحظون أنه الـ Output للديمولتبلكسر هو 4. إذا كان الـ Output للديمولتبلكسر 4 فإن Selection Line للديمولتبلكسر شو تساوينا؟ تساوينا 2. الديمولتبلكسر يتم تفعيله عندما يكون للإنيبل أنبوت قيمته مساوية إلى الصفر. نلاحظ الرمز المنطقي للديمولتبلكسر يحتوي على مدخل واحد وأربع مخارج. إذا كان الإنيبل أنبوت للديمولتبلكسر مساوي إلى الصفر، فاعتمادا على الباينري كود الذي يتم وضعه على السلكشن لاين يتم السماح للبيانات الموجودة على المدخل I بالمرور إلى أحد المخارج. إذا وضعنا على السلكشن لاين صفر 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 بالباينري تقابل بالديسيمال صفر، البيانات الموجودة على المدخل I سوف تظهر على الأوتبوت O0. أما إذا وضعنا على السلكشن لاين صفر واحد صفر واحد بالباينري تقابل واحد بالديسيمال، البيانات الموجودة على المدخل I سوف تظهر على الأوتبوت O1. إذا وضعنا واحد صفر على السلكشن لاين، البيانات الموجودة على المدخل I سوف تظهر على الأوتبوت O2. إذا وضعنا واحد واحد على السلكشن لاين، البيانات الموجودة على المدخل I سوف تظهر على الأوتبوت O3. ملخص عمل الـ 1-4D Multiplexer موضح بهذا الجدول. إذا كان الـ Enable Input واحد بغض النظر عن قيم السلكشن لاين، الـ Output للـ Demultiplexer راح يكون مساوياً إلى الصفر. أما إذا كان الـ Enable Onboot صفر فالـ Demultiplexer يتم تفعيله، وبالتالي اعتمادا على قيم الـ Selection Line البيانات الموجودة على المدخل I سوف تظهر على أحد المخارج. إذا كان الـ Selection Line صفر صفر البيانات الموجودة على المدخل I تظهر على الـ Output O0. إذا كان الـ Selection Line صفر واحد البيانات الموجودة على المدخل I تظهر على الـ Output O1. إذا كان Selection Lines 1 0 البيانات الموجودة على المدخل I تظهر على الأوتبوت O2. إذا كان Selection Lines 1 1 البيانات الموجودة على المدخل I تظهر على الأوتبوت O3. إذن نستطيع إيجاد التعبير المنطقي للأوتبوت للديمولتبلكسر. تلاحظون أنه الديمولتبلكسر يكون مفعل عندما تكون قيمة Enable Onboot مساوية إلى الصفر. إذن كل أوتبوت يحتوي على E complement. قلنا إذا عدنا صفر نضع المتغير complement. البيانات الموجودة على المدخل I تظهر على الأوتبوت O0 عندما تكون قيمة Selection Line صفر صفر، فقيمة الـ S0 صفر نضع المتغير complement S0 complement، قيمة الـ S1 صفر نضع المتغير complement S1 complement. البيانات الموجودة على المدخل I تظهر على الأوتبوت O1 عندما تكون قيمة Selection Lines S1 صفر و S0 واحد، إذن تظهر على الأوتبوت O1 عندما تكون السلكشن لاين S0 واحد، إذن نضع المتغير بدون complement S1 صفر، إذن نضع المتغير complement. البيانات الموجودة على المدخل I تظهر على الأوتبوت O2 عندما تكون ال S1 واحد، إذن نضع المتغير بدون complement، وال S0 صفر، إذن نضع المتغير complement. البيانات الموجودة على المدخل I تظهر على الأوتبوت O3 عندما تكون الـ S1 واحد والـ S0 واحد، فاثنيناتهم واحد، إذن نضع المتغير S1 و S0 بدون complement. اعتمادا على التعبير المنطقي للأوتبوت للديمولتبلكسر نستطيع رسم الدائرة المنطقية للديمولتبلكسر. تلاحظون إذا كانت قيمة الـ Enable Onboot واحد راح تكون صفر عندنا على كل بوابة AND، وبالتالي الأوتبوت للديمولتبلكسر راح يكون صفر بغض النظر عن قيم Selection Line. أما إذا كان الـ Enable Onboot قيمته صفر راح يكون عندنا واحد، بالتالي
اعتمادا على قيم السلكشن لاين يتم السماح للبيانات الموجودة على المدخل I بالظهور على أحد المخارج. تلاحظون إذا كانت قيمة السلكشن لاين S1 S0 11، البيانات اللي موجودة على المدخل I قلنا وين راح تظهر؟ راح تظهر على الأوتبوت O3. خلاحظ اعتمادا على الدائرة المنطقية، هل فعلا البيانات الموجودة على المدخل I راح تظهر على الأوتبوت O3 إذا كانت الـ S1 والـ S0 11؟ عندما الـ S1 1 والـ S0 1، هذا اللاين راح تكون قيمته 1 وهذا اللاين راح تكون قيمته 0، هذا اللاين راح تكون قيمته 1 وهذا اللاين راح تكون قيمته 0. تلاحظون بوابة الأند الأولى أحد مداخلها راح يكون 0، فالأوتبوت راح تكون 0. بوابة الأند الثانية أحد مداخلها راح يكون 0، فالأوتبوت راح يكون 0. بوابة الأند الثالثة أحد مداخلها تلاحظون هنا راح يكون 0، فالأوتبوت راح يكون 0. بوابة الأند الرابعة راح يكون على مداخلها 1 على السلكشن لاين S0، 1 على السلكشن لاين S1، 1 الانيبل انبوت مفعل بلوجيك 0. إذا البيانات الموجودة على المدخل I سوف يتم نقلها إلى الأوتبوت. إذا كانت البيانات الموجودة على المدخل I 1 فالأوتبوت راح يكون مساويا إلى 1، إذا كانت البيانات الموجودة على المدخل I 0 فالأوتبوت راح يكون مساويا إلى الصفر.